رح نبلش من أولها. وين موجود لكان؟ ليكو هون هون. وينه؟ ليك وينه؟ طلعي رح أخذك لعنده. ليكو هداك قاعد هني. هذا الشغل تبعكم ما نوع عجب لي منوب. خبى لكان، روحي لعنده وجيبي لكان منه. يلا لكان زوجك روحي جيبيه، لا تخافي. وتحديدا انت بالذات، وانت وهي مش الحال بعد تطعم على الهدف. لو روح نادي بنتي تتفرج، لما تشوف عمي معصب ومزعوج وعم يعيط على بونام ويبهدلها رح تروق وتنبسط بهالشوفة مثلي تماما، واكيد رح تكافئني مكافأة محرزة. لك صرت مكرر لكم هالحكي مليون مرة، شو ما عم تسمعوني؟ روحوا نطفئوا دنيكم، موسم المطر والثلج ما ضل له غير شوي وبينتهي. خبروا بوشان انه لازم يستعجل ويبلش شغل بسرعة لصفقة الرصيف الرملي. اخر مرة بعلكم هالشي، فهمتوا؟ خلاص هذا اخر حكي عندي. يلا فيك تقلي وينه زوجي لكان؟ روح روح مع السلامة، بعدين بنحكي. اسمعيني، أول مرة بغلط بحياتي. أنا غلطت لأنه تسرعت بالحكم على شخص معين، وللأسف غلطة كبيرة، لأني ضليت أمدح فيكي طول الوقت ومدحت بأهلك لأنهم ربوكي على المبادئ المنيحة. معقول هي هي مبادئك؟ لك معقولة أنت تتصرفي هيك؟ ليش واقفي بدون ما تغطي راسك؟ وطريقة كلامك معي ما فيه احترام. لك بتمنى مرة أشوفك قدامي مثل الخلق والعالم. كل شي بهاي الدنيا فيه له حدود، سمعتي؟ في حدود ممنوع الشخص يتخطاها. وعيلة ثاكور ولا مرة جاوزتهم، بس أنت جاوزتي كل حدودك لهلأ. فهميني يا بنت شو مشكلتك؟ لك ليش بعدك واقفي هيك صامتة؟ ولك احكي يلا قبل ما انجلط لشوف. انت شو مشكلتك؟ شكلك نسيت، شكلك نسيت مين انت. ولا حابب ذكرك، انت تخليت عن كل شي وبدك تعيش حياة بسيطة. لكن ليش قاعد معنا بهذا البيت هلأ؟ ليش رجعت؟ آه؟ يلا جاوبني يا جدي. قول. كيف بتسمحي لحالك؟ حسنا انت هداك الشخص الحكيم، بس لمعلوماتك الحكيم ما لازم يحكي بنبرة عالية مع الناس.